السلام عليكم المتابعين ديالنا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم، جيناكم بواحد الفيديو جديد من لوزين، ولا المهم لوزين ولا ويسلان، المهم كل واحد شنو تيقول له. المهم بالضبط في نقولوا ويسلان، بالضبط في التنمية. دابا غندير لكم واحد الجوله في هاد الاحياء ديال التنميه. وكيما شفت هاد الحي هذا اللي على اليسار ديالي كيقول لي حي الوحده، وهاد الاحياء اللي على اليمين ديالي تيقول ليه 11 يناير. المهم غندير لكم جوله في هاد الاحياء هادو ان شاء الله. بقاو معنا وما تمشيو فين، كيف ما كتشوفوا البوليس محيحين. المهم كيزلعوا يعني التجمعات وداكشي كيما شفتوا دابا قدامي، يعني اللي كيشوفوا فين ما شافوا شي حاجه، شي وحدين جالسين كيتجمعوا ولا شي حاجه بحال هكا تيغوتوا عليهم تيكونوا فرقوا الجوقه. ايوا نتمنى الله يرفع علينا هذا الوباء والله يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله قد ما بعد السماء على الارض يا رب العالمين، وباش نرجعوا ان شاء الله الحياه ديالنا القديمه كما تنعيشوا، تمشي فين ما بغيتي تجلس فين ما بغيتي ان شاء الله باذن الله. عرفتي دابا شحال صعيبه باش ما عندكش الحريه، فهمتيني؟ يعني ما عندكش الحق تجلس فين ما بغيتي، ما عندكش الحق تمشي فين ما بغيتي، ما عندكش يعني الصراحه اش نقولك، صعيبه بزاف وحق الله العظيم. يعني اللي ما جربش بحال ما جربش الحريه راه صعيبه. يعني شحال هذه كانت عندنا الحريه كنمشيو فين ما بغينا كتمشي، يعني فين ما عجبتها تجلس، فين يعني ما كاينش اللي يقول لك لا شنو درتي لا علاش جلستي ولا علاش دزتي ولا. دابا لا، دابا خصك تطبق شي قوانين ولا ما طبقتيهمش مشكله. المهم الحال صعيب بزاف، يعني ما كاينش بحال الحريه الصراحه والله العظيم. والله يرجع لنا الحريه ديالنا باش نشوفوا الحباب ونشوفوا العائلات ونمشيو فين ما بغينا ونتسارى ونتلاقاو مع الصحاب ونتلاقاو مع يا رب العالمين. المهم كيف ما كتشوفوا هذه هي الجوله ديالنا ان شاء الله، ونخليكم مع هذه الجوله اللي غندير لكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، وشكرا لكم بزاف على الاشتراكات وعلى لي جيم وعلى كل شيء، راكم عائلتنا الثانيه وشكرا لكم بزاف بزاف. المهم راه ديما فين ما كنلقى الجديد ان شاء الله كنصور لكم، يعني غير فين ما كنلقى الوقت مثلا يعني وشنو نصور لكم. وهذه كنحاول نصور لكم شي حوايج اللي ما صورت لكمش من قبل، هذا هو اللي كاين. المهم دابا كما شفتوا دابا غنطلع من هذا الشارع هذا اللي تيقولوا ليه 11 يناير، وندير لكم واحد الجوله في هذا الشارع هذا ان شاء الله. والمهم نخليكم دابا مع الاجواء ديال هذا التنميه وهذا الشارع ديال 11 يناير. المهم نخليكم مع شي نشيد، نمطو عليكم هضره بزاف، وشكرا لكم بزاف مجددا وثانيا، وراكم عزاز وغاليين. جبت لكم قصيده الشعر الملحون على وزن العشيري، وعنوان القصيده هو عش بليس. نقول بليس بالهس الناس وين بنظارو، عش عش فيه العقول وضيع الناس، بنظارو بالهف فيه ناس وحارو، وكتر فيه نحس شوفو كي غماس. بليس بالهس الناس وين بنظارو، عش عش فيه العقول وضيع الناس، بنظارو بالهف فيه ناس وحارو، وكتر فيه نحس شوفو كي غماس. عشو فوق ودن كيعزف وطارو، وطار الشيطان ياك ماليه قياس، كي لقابو نزوان تم شعلة نارو، حاشا ماهم قاع راني على نتعس. كي لقابو نسوان تم شعلة نارو، حاشا ماهم قاع راني على نتعس، راني على الضعاف والعقول صغارو، راني على الصقعات اللي جابو الفلاس. راني على الضعاف والعقول صغارو، راني على الصقعات اللي جابو الفلاس. عش بليس نزاع وحبابه وجارو، ما يرتاح وحال تيخلي الأطراس. عش بليس نزاع وحبابه وجارو، ما يرتاح وحال تيخلي العكاس. عش بليس خصام وصحاب وطارو، تلقاه في الأسواق كاتر في العناس. عش بليس خصام وصحاب وطاو، تلقاه في الاسواق كاتر في العراس. تهنى اليوم ابليس ياك طفى فارو، والفيوز خفيف صاحبه داخل الناس. تهنى اليوم ابليس ياك طفى فارو،
والفيوز خفيف صاحبه داخل ناس عشو في اللبسات تدوي بجهاره والغيرة تحكي تزيد صداع الراس. عشو في اللبسات تدوي بجهاره والغيرة تحكي تزيد صداع الراس وبليس تهنا ياك باع حماره في سواق النمام يكره قطاس. بنا عشو في شطيح وطغى عطارو بنا عشو في شطيح وطغى عطارو فركت لما زاد قطرة للكاس حب حب بعض الجيوب كي غلا دينارو وقلع عشي شلاغم من قالوت الراس. لقاعد يدير عشو ليس حب حب بعض الجيوب كي غلا دينارو وقلع عشي شلاغم من قالوت الراس ويا سايل على العش ياك جبت اخبارو عشو فيه الهم شيل كل جناس. عشو لونك حل لسانه منشارو حزبو عاد رخيص في العرق الدساس. عشو في سروال تغطى بخمارو ومكحلة العين تحكي تجيب نعاس. عشو في سروال تغطى بخمارو ومكحلة العين تحكي تجيب نعاس. البورتابل فيه عش وصحابه وعارو عشو في التنوفيق ليلو كي عساس. البورتابل فيه عش وصحابه وعارو عشو في التنوفيق ليلو كي عساس. عشو في تهدام مشعل رادارو وفيه اكتر الحس كي زادو الهواس. عشو في التتباع تم زاد اخطارو افلانو فلتانو زيد السيكر فاصة. عشو في التتباع تم زاد اخطارو افلانو فلتان وزيد السيكافاس. ليبيات الوهاج معانيه قصارو يحكي عن الهموم اللي خلات تراس. يوصي كل احباب عيفو مزمارو عيفو كل اخوات اللي يزرع وسواس. صلى الله على النبي قد نوارو بيه تهنان نفوس ربي حد الباس. صلى الله على النبي قد نوارو بيه تهنا النفوس وربي حد الباس. بليس بلهاس الناس وين بنظارو عش في العقول وضيع الناس. بنظارو بالهف فيه ناس وحارو واكتر فيه الحس شوفوا في الناس. ربي نجينا وينجيكم من عش بليس. ربي يهدينا من الوسواس وبركاونا من الخصام والله يداوي الحال وشفي العنان. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بطولك قولي. يا من أجبت دعاء فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين. يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين. يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بطولك كوني. يا من أجبت
دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إنا مثله. وهذه هي الجولة ديالنا والأنشيد ديالنا اللي حطينا لكم، كنتمنى تعجبكم هذه الجولة إن شاء الله اللي درنا لكم في فلوزين ولا الويسلان ما يمكن ما كتبولوا ليها. كنتمنى تعجبكم هذه الجولة هذه إن شاء الله وتنال الإعجاب ديالكم وتكونوا تشتركوا معنا في القناة لأول الناس اللي دخلوا عندنا جداد، كنتمنى يكونوا اشتركوا معنا في القناة وداروا لينا جيم وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله في بلاصة أخرى جديدة إن شاء الله. وشكرا لكم، إلى اللقاء، كنتمنى لكم الصحة والهناء والفرحة إن شاء الله.